باسم يسري خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام، برحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا، رأيت حضرتك إيه لهذا البيان وإيه اللي وقفت عنده؟ يعني أنا يعني ما سمعتش بالضبط البيان يعني في التقرير بتاع حضرتك، ولكن بنتحدث عن العلاقات الأمريكية المصرية. هو يا فندم قال انه بيدين احداث العنف اللي بتحصل في مصر والخطوات اللي اتخذتها الحكومه المؤقته بفض الاعتصامات، ودعا لالغاء حاله الطوارئ واحترام حقوق المواطنين، واتكلم على انه في اعاده للنظر برضو مره تانية في مساله المساعدات، وانه في الغاء للمناورات اللي كانت هتحصل ما بين الجيش المصري والجيش الامريكي، لكن برضو قال انه التعاون التقليدي ما بين مصر وأمريكا يعني هيكون في إعادة للنظر فيه، لكن مصالح أمريكا في المنطقة بتفرض عليها أنها تواصل العمل مع مصر. يعني بيقول يعني حاجة ويقدم أنا حاجة. أنا هبتدي مع حضرتك من أنه مصالح أمريكا بتفرض التعاون مع مصر. هي مصر بالنسبة لأمريكا حليف استراتيجي. سبق وأن أوباما قال أنه مصر ليست دولة عدو وليست دولة حليفة، هذا كان في السابق. صحيح. وتحدث أيضا على أنه لا، أنا بقول أنه مصر هي دولة قوية ومحورية ومركزية في منطقة الشرق الأوسط، ولا تستطيع الولايات المتحدة الاستغناء عن مصر في سواء الاقتصادية أو سواء السياسية. إذا تحدثنا عن المناورات العسكرية، المناورات العسكرية دي برضو خلينا نوضح للمشاهد، هي بدأت سنة 1980، كانت عملية تدريب ثنائية في الغالب كانت ما بين الولايات المتحده والجيش المصري. يعني ايه مثلا مناوره دي كان بعد 79 بعد توقيع اتفاقيه كامب ديفيد، وكان ده اعتقد كان احد الشروط الغير مباشر لاتفاقيه كامب ديفيد، لان الولايات المتحده تتعرف على القدرات العسكريه بتاعه مصر. حتى لا تستطيع مصر ان تكون دوله عسكريه رائده في منطقتها، يمكن تكون دوله سياسيه رائده في منطقتها، لكن عسكريه الولايات المتحده لا تريد لمصر ان تكون دوله عسكرية. يعني المناورات دي بتصب في صالح امريكا، بتصب في صالح امريكا، لان الهدف منها هو مواكبه دايما التطور الفني على مستوى الفرد المصري او المعدات العسكريه المستخدمه. واحنا نعرف انه احنا اللي بناخد السلاح بيتبعت لنا من الولايات المتحده، الولايات المتحده بتتدرب في اجواء هي مش معتاده عليه، وبتشوفنا اتدربنا عليه كمان ازاي في مناورات النجم الساطع اللي هي بدأ من 1980 وشملت عدد كبير جدا من الدول، دخلت تحت اللواء النجم الساطع. صحيح. من صحيح. ضمنها دول في شرق أوروبا وغرب أوروبا. تمام. صحيح. تمام. فالولايات المتحدة حينما تلوح بأن هي هتوقف النجم الساطع، هي كده بتخسر، لسبب أن هي مش هتعرف قدرات الجيش المصري قد إيه على السلاح اللي هي تبعته لنا، هل اتدربنا عليه كويس ولا هل اتدربنا عليه وحش. تمام. يعني دي خلينا نكون النقطه دي شويه بعيدا على جنب، خصوصا وان هي كمان تتخوف من انه والله انه الروس يخشوا على المعادله ويبتدوا هم اللي يبعتوا لنا الاسلحه ونبتدي نخش. طيب المعادلة. تمام. النقطه الثانيه يا استاذ بيه، النقطه اللي عايز حضرتك تكلمني فيها ان اوباما يطلع يدين الاحداث اللي شافها انها احداث عنف من قبل بس الحكومه المؤقته، لكن ما شافش عنف جماعه الاخوان، وبرده انه بيدعو لالغاء حاله الطوارئ. انت حضرتك شايف ان ده يعني تدخل في شأن مصري، ولا من باب انه والله مصر ليها مكانتها في المنطقة فأهمية ما يحدث فيها يستوجب تعليق دول كبرى بحجم امريكا؟ شوفي، هو يعني دايما في العلاقات الدولية لازم الولايات المتحدة هي اللي تعلق في الاول على ما يجري في اي دولة، وبعد ذلك يعني يبتدي الدول الغربية الثانية ترسم بعد كده المخططات بتاعتها، او تبتدي تطلع ببيانات بعد كده. أيوة. لكن الولايات المتحده استبقت شويه فكره الادانه بالعنف والتلويح بقطع مثلا او النجم الساطع حاجه زي كده. لكن طيب. لكن احنا كان في مثلا يعني ده انا بعتبره بالنسبه لي ابتزاز، وقد يزيد من تعقيد المشكله وبيشكل خطوره على الامن القومي المصري. طيب تمام، انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. احنا كمان بينضم لنا على التليفون